ابو رافد السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه، حياك الله. اهلا وسهلا. هنا ايش تشتغل انت بالتباشر؟ والله انا بالنسبه لي عندي صاحب جوره. نعم. اي اشتغل على باب الله هنا. نعم. اي سياحه يعني؟ سياحه. شلون هالايام شغل؟ والله سياحه هالايام شويه بجتنا ميه. نعم. جتنا سياحه من يوم صار عندنا جفاف. قبل فتره جفاف عندنا، هسه شو عندنا ميه بس مو ذاك الماي الاولي. نعم. ماي نصف الماي هسه. بس هم نعمة الله. شوف السياح اليوم موجودين هنا. لا هاي شوفوا خير من الله، سيارة نعمة. نعم. اليوم اشتغلت انا طلعت لقيتكم السياح. اخذ السياح اليوم؟ اخذ السياح وهاي السيارة ما افتخيت. نعم. شلون هالايام مستفيدين بشغلكم؟ ان شاء الله خير من الله. زين يعني. خير من الله، نعمة. نعم. البلم شلون هسه وين تروحون؟ وين توصلون؟ البلم هسه هو يوصلنا من البغدادية على الشان. نعم. على حلاب. نعم. من يطلع. وخير من الله، المية بيها حركة بس مو ذيك الحركة مال الأولية مال العام. نعم. أقل. نعم. حركة السياح منين السياح يجون؟ باقي المحافظات من حلة. نعم. حتى من أربيل يجون والله. نعم. حتى أجانب يأتيجين. تستفيد جاي تستفيد ما عندي؟ نستفيد قوت يومي. نعم. قوت يومي. نعم. قوت يومي. خير. سعيد بعملك هنا. لا نعمة الله خير من الله. ونسوق السيارة. فرحانين بالنسبة للماي. نعم. إذا ما عندنا ماي ما فرحان. هسه بجت من الماي لا خير من الله. نعم. يجينا رزق. نعم. رزق على الماي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تعلم. حياك الله استاذ الحسن. انا كريم عبد. كريم؟ كريم هنا ايش تشتغل؟ انا هم على السياحه. والله. نعم. عندك زورق هنا؟ اي عندي زورق. نعم. اي. شلون حركه الزورق هالايام؟ احنا نشكي من حاله الماي استاذ. شاجر. ماي ماكو. ماكو؟ والله العظيم يعني. يعني جاي اشوف يعني ماي زين يعني. احنا اي انا اقول لك هسه فاتنا هذا الموسم يعني فاتنا، احنا ناس على باب الله. نعم. اللي عنده حلال حلاله راح بسبب الماي. نعم. السياحه اتجهنا على السياحه، السياحه من الماي ضعيف. نعم. هسه هالمطره هاي زادت عندنا المويه. نعم. استفادنا هذه الايام يعني كم يوم تشتغل هسه هنا؟ اي جاي الحمد لله شكرا. نشتغل. نعم. سياح نشتغل. يجون؟ يعني. لا يجون من وين السياح يجون؟ من الدول اجانب، بغداد، من المحافظات. نعم. اي بغداد، كربلاء. عايش يعني مطلع رزقك اليومي. شكرا. اي قوت يومه يعني. نعم. اي الحمد لله شكرا. شلون السياح وياك؟ لا طيبين. وين توصلهم هنا؟ والله احنا عندنا مناطق هنا نسميها البغداديه. نعم. حما اسمه شو اسمه اخوي هذا الايشان، ايشان حلاب. نعم. اي هو عندنا مكانات. الممر وين يودينا هذا؟ هذا الممر يطلع منه على ابو صوبات، سميه قرمه ابو صوبات، يطلعنا الايشان حلاب. نعم. اي شلونك مرتاح شغلك؟ الحمد لله وشكر. نعم. الحمد لله وشكر. اتمنى لك التوفيق. شكرا استاذ علي. حياك الله. مرحبا دكتور. اهلا وسهلا بكم. انت هنا موجود بالاخوان تبايش. نعم. شو اللي خلاكم تجون اليوم؟ والله بصراحه احنا متحمسون جدا للذهاب الى هذا المكان اللطيف. نعم. لان هذا تقريبا عالميا المكان الوحيد المميز بهذه المستنقعات وبهذه المياه. الأجواء. والله الأجواء جميلة والشمس مشرقة، بس الحمد لله الماء قليل، مو ذاك الماء الكثير، ولكن الأجواء لطيفة والحمد لله. تعالتك اليوم؟ والله جبنا من بغداد، جينا على مود خصوصا نشوف هذا المكان، وأنا قبل تقريبا سنتين قبل كورونا همين جيت واستمتعنا كثير بهذه الأجواء الراقية. كم بالطريق من جيتوا من بغداد؟ والله حلوة، طريق حلو والأجواء لطيفة والحمد لله. وما شاء الله اليوم سمك، ما شاء الله راح ناكل سمك اكيد. وشفت اكو تطور صاير بالناصريه، واكو شوارع مبلطه جديده وحفاوه الاستقبال. اليوم الزوارق يمكن ان شاء الله بعد قليل راح نذهب ونشوي سمك في المكان، وهذا المكان طبعا جميل جدا والحمد لله. والعائله تتمنى منذ فتره بالذهاب الى هذا الاجواء. اهلا بكم دكتور. مشكور جدا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام. هم جاي ويا الدكتور. جاي من بغداد؟ لا انا من الناصريه. آه بس الدكتور يعني ضيافتنا. دليل اليوم دليل؟ يعني تقدر تقول هيك. شلون الاجواء هنا؟ والله الاجواء حلوه. نعم. جمعات الاهل والاحبه وان شاء الله. اقاربكم مع الاصدقاء؟ يعني اقاربي كلهم. وين راح توديهم اليوم؟ ان شاء الله بالشيخ طوره راح نروح نشوف لنا مكان حلو.